540, giant 540. Whoa. Frisbee. Dismount. Whoa. السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. أنا اسمي يوسف مورو، لاعب رياضة كاليستينيكس وستريت وركاوت على مستوى احترافي. ابتداء من اليوم إن شاء الله سأحاول أن أتكلم باللغة العربية من أجل إخواني وأخواتي العرب من جميع أنحاء العالم. كما تعلمون مؤخرا قد قمت في فيديوهات رياكشنز على مبارزات عالمية في مسابقات كبيرة وعالمية ودولية في رياضة ستريت وركاوت ما بين لاعبين كبار، وكما طلبت مني في الفيديوهات السابقة أن أقوم برياكشنز على فاينل مسابقة سواب العالمية المقامة بمدريد، وها أنا اليوم سأقوم بلبي الطلب، سأقوم برياكشنز على هذا الفاينل ما بين دانيز ليزنس النجم الكبير، دانيا هريستوف النجم الصاعد، وتياغو تافاريس النجم البرازيلي. في هذا الفيديو سأشاهد المبارزة بين هذه الثلاث النجوم، سأقوم برياكشنز على أدائهم ثم سأحلله كذلك لكي أعطيكم توقعاتي، من سيربح كل فئة، من سيربح فئة ستاتيكس، من سيربح فئة سترين دينامكس، من سيربح فئة فريستايل أو الديناميكس، ومن سيربح الفئة الرابعة واللي هي الكومبو. إذن هيا لنشاهد المبارزة أو الباتل معا. هنا عندنا دانيز ليزنس النجم، فيسيت مسلب، لعبة قديمة ولكن كلين. فريزبي، فريزبي، نايس فريزبي، يا سلام. سريم فليب 540 جينجر، كلين اولد فلو، يعني لعب قديمة، ألعاب قديمة ولكن كلين، نقية جدا. مالتيز فرونت ليفر وان أرم، لازم يهولد أكثر في الوان أرم فرونت ليفر وينتهي بوان أرم باك ليفر. إذن هنا دانييز ليزنس لاعب كومبو جميل جدا، حتى إذا لعب فقط ألعاب قديمة يعني أولد سكول ولكن نقية جدا، وكان في ستاتيكس يعني لاعب المالتيز، لكن هنا ينقص ترين دينامكس مثلا فرونت ليفر بول أب أو بلانش بوش أب أو بريس، يعني ينقص كاتيجوري أو فئة سترينت دينامكس. وكذلك بالنسبة لوان أرم فرونت ليفر ينقص جزء من الثانية لكي يكون هولد محسوب، ولكن كما سبق وقلت لقد لعب راوند جميل جدا. لنرى ماذا سيرينا النجم الصاعد دانيال هيستوف. دانيال هيستوف على البار، هاي بار 360 دبل 360 جينجر، أول مرة كانت بيشوفه يعمل فريستايل حقيقي. مالتيز بريس ثانية، فريزبي كذلك، ميكس جريب ذيس تايم، فول بلانش، هولد، كلين وان، نقية جدا. هيفيستو للمرة الأولى راهو يعمل هيفيستو في مسابقة، لكن هنا بالنسبة لهيفيستو كود يعني المرفق لم يكن مسرح، لا أعلم إذا نقول مسرح أو مستقيم باللغة العربية الفصحى، ولكن مع ذلك صراحة إنه يقوم بعمل جيد جدا حتى الآن، لأنه للمرة الأولى أراه يقوم بلعبة هيفيستو في مسابقة. بيج أب. وان أرم فرونت ليفر سايد مثل المرة الفايتة أو المرة السابقة، و ديسماونت نايس، حتى إذا لم ينجح في هذا الديسماونت ولكن صراحة كان مبهر. إذن هنا دانيال هيستوف لعب راوند كامل ومكتمل مقارنة مع دانيز ليزنس، لأنه هنا لعب دينامكس، لعب ستاتيكس، لعب سترين دينامكس، المالتيز بريس، استطاع أن يخلط هذه الثلاث الفئات فريستايل وسترين دينامكس وستاتيكس في كومبو واحد جيد جدا ومتقون جدا. إذا عمل جيد جدا بالنسبة للنجم الصاعد دانيال هيستوف. لنرى ماذا سيفعل أو ماذا سيرينا النجم البرازيلي تياغو تافاريس. على البار، الهاي بار، أو 540 جاينت 540، أوه جينجر، قد فشل في الجينجر ولكن يكمل مع ذلك. فرونت ليفر نو هولد، هولد فول بلانش،
540 جينجر عمل جيد حتى الآن. وايد فول لا أظن أنه كان هولد كافي. هيفيستو باكليفر هيفيستو الأولى والثانية كذلك. فرونت ليفر سوبين هولد و ديسماونت فول ديسماونت. صراحة انه من واحد من افضل ديسماونت بالنسبة لي. بالنسبة لتافاريس عمل جيد جدا، مع الاسف فشل في الجينجر الاول، ولكن مع ذلك استطاع ان يقوم بجولة رائعة وكان مكتمل مثل دانيال كريستوف النجم الصاعد، يعني لاعب فريستايل جيد جدا، ستاتيكس سترينج داينامكس كذلك، استطاع ان يخلط الثلاث بطريقه جيده جدا. عمل جيد جدا بالنسبه لتافاريس كذلك. لنرى الجوله الثانيه للناس. بالنسبه للاشخاص الذين لا يعرفون، هناك اثنان من الجولات، كل لاعب عنده 45 ثانيه في كل جوله. إذا الآن سنشاهد الجولة الثانية لكل لاعب، وسنرى أولا دانيال لايزنس النجم بالبي بارز. فرون فليب، فشل في الفرون فليب، أظن سوف يقوم به مرة ثانية. فرون فليب لا أظن أنه نجح، ولكن مع ذلك يكمل. بلونش بريس، بلونش بريس، بلونش نو هولد، ينقص هولد هنا. هيفيستو باكليفر هيفيستو والثانية كذلك، عمل جيد جدا صراحة نقية. فرونت ليفر بول اب نو فورس جريب، نو فورس جريب يعني صعبة جدا وكانت مستقيمة نقية. وهولد فرونت ليفر جيد جدا. إذا هنا بالنسبة لدانييل لايزنس، مع الأسف لم يستطع أو لم ينجح بقيامه بالفرونت فليب الأول ولا الثاني كذلك، إذا لا يحتسب بالنسبة لي على الأقل، ولكن استطاع أن يكمل ويقوم بجولة جيدة. مع الأسف ينقص هولد هنا، يعني لقد قام فقط بهولد واحد فرونت ليفر الأخير، ولكن قام بسوين داينامكس جيد جدا. فرونت ليفر بول اب نو فورس جريب، يعني نو فورس جريب، فورم كانت مستقيمة، يعني حتى ولو فشل في الفرونت فليب الأول لقد استطاع أن يقوم بعمل جيد. الآن سنشاهد الجولة الثانية للنجم الصاعد دانيال كريستوف، وكذلك سيلعب في البي بارز. فول بلانش بوش اب ثانية والثالثة، يا سلام، ينقص القليل من الهولد هنا. بريس وان ارم بلانش هولد جيد جدا، وهولد فول بلانش ينقص قليل هنا. الآن فيكتوريان جيد نقية جدا، والآن سات هولد، أظن أنه كان هولد جيد. فرونت تاتش أظن كذلك، والآن سيقوم بديسماونت. لا إيغوانا، إيغوانا بلانش جيد، حتى ولو كانت قليلا إلى الجانب، يعني السايد، لا أعلم إذا الحكام استطاعوا أن يروا ذلك، ولكن في الكثير من المسابقات أرى لاعبين يقومون بذلك، يعني سايد في الإيغوانا. الإيغوانا لازم أن تكون مستقيمة كأي بلانش، ولكن مع ذلك الصعوبة حاضرة هنا، يعني ليست سهلة، not easy. إذن عمل جيد، والآن dismount، full dismount في البي بارز، يا سلام، إنه يقوم دائما بهذا الديسماونت في جميع الفاينلز على ما أظن. إذن هنا دانيال كريستوف لعب بجولة رائعة جدا مكتملة كذلك، فيها الفريستايل، فيها ستاتيكس، فيها سترين داينامكس، واستطاع أن يخلط الثلاث بطريقة جيدة أيضا هذه المرة. بالنسبة للستاتيكس سوف أقوم باستعمال كرونومتر لأرى بالنسبة للاعبين ثلاث أي لعبة أو موف كانت محسوبة هنا، يعني كان هولد جيد، يعني سأقوم بهذا بعد مشاهدة الفيديو كامل، وبعد ذلك
أعطيكم النتيجة وتوقعاتي بالنسبة لمن سيربح كل فئة أو كل كاتيجوري. الآن سنشاهد الجولة الثالثة بالنسبة لتافاريس النجم البرازيلي، وكذلك سيلعب في البيبارز فيكتوريان. هولد جيد، فول بلانش هولد جيد، بوش اب يعني شوية كيبين ولكن جيد، بريز وان ارم هاند ستاند هولد جيد. رائع جدا، يعني ترانزيشن هنا كانت صراحة مبهرة. فرونت ليفر بول اب ان باك ليفر بول اب ثانية، وسينتهي ب وايد فرونت ليفر هولد جيد. ماذا سيفعل الان؟ وانتهى. اذا بالنسبة للعبة الاخيرة لا اظن ان الحكام قد حسبوها، ولكن مع ذلك الجولة التي قام بها كانت رائعة جدا صراحة، خاصة الترانزيشن من وان ارم هاند ستاند الى هاند ستاند على بارة واحدة، يعني كانت صراحة مبهرة، يعني استطاع بان يقوم بجولة رائعة جدا بستاتيكس وستوين دينامكس. الان بعدما قمت بحساب ستاتيكس في كل جولة سأعطيكم ماذا وجدت، ولكن سأنتهي بهذه الفئة، يعني سأعطيكم توقعاتي بالنسبة لفئة الكومبو، بالنسبة لفئة فريستايل، ثم سترين دينامكس، وسأنتهي بستاتيكس يعني الأخير. بالنسبة للكومبو أظن أنكم سوف تتفقون معي هنا. بالنسبة لي سأعطي المرتبة الأولى بالنسبة للكومبوز لدانيال ريستوف. لماذا؟ إذا شاهدتم الراوند الأولى يعني الجولة الأولى قام بكومبو متناسق بفلو جيد رائع، يعني وبدون أن يتوقف في وسط الكومبو. لا نتكلم عن التوقف الذي عمل في الآخر بالنسبة لهالفيستو، لأنه كان في آخر الجولة أو آخر الكومبو، يعني آخر لعبة قد قام بها، ولكن إذا شفنا الفلو والسرعة والتناسق أظن أنه كان أحسن كومبو أو أحسن كومبو في الجولة الأولى. وبالنسبة للجولة الثانية استطاع كذلك أن يقوم بجولة جيدة بتناسق جيد. في حالة ما نجح تياغو تافاريس في الجولة الأولى بقيامه بجينجر أظن أنه كان سيأخذ الكومبو أو هذه الكاتيجوري، ولكن مع الأسف كان هناك فيل، لهذا سأقوم بإعطاء الكومبو لدانيال ريستوف، وبذلك سأقوم بإعطاء المرتبة الثانية بالنسبة للكومبو لتياغو تافاريس. لماذا؟ إذا شاهدنا الجولة الأولى حتى ولو فشل في عمل الجينجر لقد استطاع بقيامه بجولة جيدة مع الـ 540 to جينجر، يعني مع لعبه الجينجر وراء الـ 540، واستطاع كذلك أن يقوم بستاتيكس وسترين دينامكس كذلك. ربما سوف تقولون لي أن دانيال زيزنس لعب جولة أفضل بالنسبة للجولة الأولى، نتكلم على الكومبو، فئة الكومبو. أتفق أنه لعب جولة أحسن بالنسبة للجولة الأولى، يعني كومبو أحسن في الجولة الأولى، ولكن الجولة الثانية مع الأسف لعب أشياء بسيطة، يعني كانت نقية صراحة ولكن كانت بسيطة، لم تكن هناك ترانزيشنز، لم يكن إبداع. ولكن إذا رأينا أو شاهدنا الجولة الثانية لتياغو تافاريس لقد لعب جولة رائعة ومبدعة، استطاع أن يتفوق على دانيال زيزنس في فئة الكومبوز، لذلك دانيال زيزنس سيأخذ المرتبة الثالثة في الكومبوز وتياغو المرتبة الثانية. إذا هذا بالنسبة لفئة الكومبو. سوف نمر الآن لفئة الدينامكس. بالنسبة للدينامكس المرتبة الأولى سأعطيها لتافاريس، أظن أن الفارق كان ظاهر بلعبه جاينت 540، لعبه ل 540 والجينجر، لعبه للديسماونت فول ديسماونت، يعني أظن أن الفرق كان ظاهر. الآن بالنسبة للمرتبة الثانية، سوف أعطيها لكريستوف. لماذا؟ لأنه لعب دبل 262 جينجر وفريزبي ميكس جريب، حتى ولو كانت ميكس جريب يعني مقارنة مع لايزنس لعبه نورمال جريب،
ولكن مع ذلك سأعطيها لكريستوف، وإضافة إلى ذلك لعب الديسمونت في البي بارز، بهذا تمكن أن يتفوق ولو قليلا، يعني صراحة قليلا على دانيال زايزنس في داينامكس كاتيجوري. كل هذا بالنسبة لي، إنه رأيي الشخصي. في حالة ما لايزنس قام بالفرونت فليب في البي بارز بنجاح، سوف يأخذ المرتبة الثانية في هذه الكاتيجوري داينامكس أو فريسايد، ولكن مع الأسف لم ينجح به، لهذا سيأخذ المرتبة الثالثة في الداينامكس. إذا الآن هنا في داينامكس عندنا تافاريس مرتبة الأولى، هريستوف مرتبة الثانية، ودانيال زايزنس مرتبة الثالثة. أما بالنسبة للكومبو عندنا هريستوف مرتبة الأولى، تافاريس المرتبة الثانية، ودانيال زايزنس المرتبة الثالثة. نعم، الآن سنمر لسترينت داينامكس. بالنسبة لسترينت داينامكس، بالنسبة لي سأقوم بإعطاء المرتبة الأولى لهريستوف، لأنه تفوق على الاثنان بلعبه لاثنان مالتيز بريس في الكومبو الأول مع اثنان هيفيستوز نورمال، حتى ولو كانت المالتيز على شكل موز أو بنانا قليلا، ولكن الصعوبة حاضرة بطبيعة الحال، يعني مقارنة مع لاعب الآخرين. ولعب تو هيفيستوز، يعني اثنان هيفيستوز، أتكلم على الجولة الأولى. أما بالنسبة للجولة الثانية، لعب ثلاثة فول برونش بوش أبس مع بريس، حتى ولو كانت كواليتي أو لا الجودة ليست عالية جدا خصوصا بالنسبة للبريس، ولكن مع ذلك صعوبة حاضرة، وإضافة إلى ذلك لعب وان فرونت بول أب. بالنسبة لدانيال زايزنس، في الجولة الأولى لم يلعب حتى لعبة واحدة في سترينت داينامكس، وبالنسبة للجولة الثانية لعب فول بريس كانت نقية جدا، اثنان هيفيستو باك كلين، وكذلك اثنان فرونت ليفل بول أب نو فورس جريب كلين. بالنسبة لتافاريس، في الجولة الأولى لعب فقط اثنان باك ليفر هيفيستو، وفي الجولة الثانية لعب فول بوش أب حتى ولو كان كيبين هناك، ولكن الصعوبة كانت حاضرة مع بريس حتى ولو كانت الفورم ليست نقية جدا، ولعب وان فرونت بول أب فرونت ليفر بول أب، وكذلك اثنان باك ليفر بوش أبس تو باك ليفر بوش أبس. وبهذا لايزنس يأخذ المرتبة الثانية في سترين داينامكس، وتافاريس يأخذ المرتبة الثالثة كما سبق وقلت، خصوصا بالنسبة للايزنس لعب أحسن إذا تكلمنا عن الكواليتي خصوصا الجودة، وبالتالي إذا كانت الجودة عالية فالصعوبة تكون عالية أيضا. والآن أخيرا الستاتيكس. الستاتيكس تبعا لما حسبت بالكرونومتر، سأعطيكم فقط الموفز التي كانت محسوبة لكل أتلت، يعني الهولد المحسوب فقط. بالنسبة للايزنس لعب فقط المالتيز في الجولة الأولى، وان ارم باك ليفر في الجولة الأولى كذلك، لم أحسب الوان ارم فرونت ليفر لأنه لم يبقى في الوضعية مدة ثانيتين على الأقل، بذلك لم أحسبها. وآخر هولد كان في الجولة الثانية فرونت ليفر هولد، يعني عنده ثلاث هولد فقط، مالتيز، وان ارم باك ليفر، وفرونت ليفر هولد. بالنسبة لهريستوف، هريستوف عنده فول بلانش برونيشن، وان ارم فرونت ليفر سايد. بالنسبه لي كحكم لن اعطي وان ارم فرونت ليفر سايد نقطه كبيره كوان ارم فرونت ليفر مستقيمه او وان ارم فرونت ليفر مستقيمه، ولكن سايد لان هنا كان سايد، وكذلك رجليه كانوا توجهين للجهه الاخرى، يعني الحزام كان داير. وكذلك وان ارم بلانش هولد، فيكتوريان فرونت ليفر تاتش، واخيرا ايغوانا حتى ولو كان قليلا سايد. بالنسبة لتافاريس، تافاريس كان عنده فول بلانش سوبينيشن، فرونت ليفر سوبينيشن، فيكتوريان فول بلانش مرة أخرى، وان ارم هاند ستاند، ووايد فرونت ليفر. إذا قمنا بتحليل هذه الحركات وقارنا حركات هريستوف وتافاريس، لأنه حسب ما حللت هنا لايزنس قام فقط بثلاث حركات، وبذلك سيأخذ المرتبة الثالثة في ستاتيكس، يعني شيء بارز جدا. بالنسبة لتافاريس وهريستوف، إذا قمنا بتحليل الحركات، لأنهم كل واحد من الاثنين عمل أو قام بست حركات ستاتيك هولد، إذن الآن سنقوم بتحليل الصعوبة، يعني صعوبة الحركات ومقارنتها مع بعضهم. إذا قمنا بالتحليل هنا سوف نلاحظ أن الحركات التي قام بها هريستوف تتطلب صعوبة أكثر قليلا من الحركات التي قام بها تافاريس، لأنه قام بفول بلانش برونيشن، وان ارم بلانش، فيكتوريان، والفيكتوريان كانت أحسن من فيكتوريان التي لعبها تافاريس، فرونت ليفر تاتش، وإيغوانا سايد.
وانا فونت ليفر كما قلت لن تأخذ النقاط كثيرة، ولكن مع ذلك استطاع كريستوف أن يقوم بموفز أصعب من تافاريس، لأن تافاريس الموفز التي قام بها وكانت صعبة وتملك نقاط عالية كانت فقط الفول بلانش سوبينيشن، الفول بلانش العادية وفيكتوريان، أما الباقي كان فقط وايد فرونت ليفر، ليست وايد كبيرة ولكن فقط وايد صغيرة وسوبينيشن فرونت ليفر، وأخيرا ونارم هانستان. إذا قارنا الصعوبة ستجدون أن الموس التي قام بها كريستوف تتطلب قوة أكثر وبذلك صعوبة تختلف هنا. وبهذا كريستوف يأخذ المرتبة الأولى في ستاتيكس، المرتبة الأولى في سوين دينامكس، المرتبة الأولى في الكومبوز، وأخيرا في دينامكس سيأخذ المرتبة الثانية. إذن هنا سوف نجد أن كريستوف سيأخذ المرتبة الأولى في هذه المسابقة حسب تحليلي الخاص. بالنسبة للمرتبة الثانية هنا بلايزنس بالنسبة للستاتيكس يأخذ المرتبة الثالثة، يأخذ المرتبة الثالثة في الديناميكس كذلك، ويأخذ المرتبة الثالثة في الكومبوز كذلك. نعم، ويأخذ المرتبة الثالثة في الكومبوز، وبذلك سنجد أن تافاريس يتفوق عليه، وبهذا تافاريس سيأخذ المرتبة الثانية بالنسبة لتحليلي كذلك، والمرتبة الثالثة سيأخذها لايزنس، دانيال لايزنس. لنشاهد معا النتيجة، نتيجة الحكام الآن. إذا كما قلت لايزنس سيأخذ المرتبة الثالثة، وأظن أنه يستحقها بالنسبة لي. والآن الرابح أو الفائز كريستوف هو الفائز كما توقعت وكان تحليلي في محله، وبذلك تافاريس يأخذ المرتبة الثانية. إذا لم تكن متفق مع التحليل الخاص قم بالتعليق على هذا الفيديو وشارك معنا رأيك الخاص. وبهذا فيديو اليوم ينتهي هنا. إذا كنت لا تتفق معي في تحليل خاص قم بالتعليق على الفيديو، لا تنسى أن تترك جيم وتعليق كيف تجد هذا الفيديو، وشكرا على الدعم والمتابعة، وإلى اللقاء.